أنتم دستم الدستور وبوتفليقة دس الدستور 70,000 مرة، وأنت يا قايد صالح دعمته في ذلك وخليته يعدل الدستور 70,000 مرة إلى آخره إلى آخره. ونحن نعرف أن الحكم عسكري في قلبه، الحكم عسكري. الواجهة المدنية هذه أبشع بكثير. إذن يا قايد صالح ويا جنرالات البلاد، ما تخلوش الناس. شوفوا اليوم رفعت شعارات مرة أخرى، يا قايد صالح بوتفليقة رايح رايح، هدي معك القايد صالح، رفعت في لاغروند بوست. وهي على بالكم مخابرات هاي توصل لكم، واللي يقدر يتبع القنوات أو يتبع الفيسبوك يلقى هذه المعلومات. يا قايد صالح ما تخليش روحك تتعرض إلى أن الناس تصبح ضدك. راك إذا تجاوزت يومين ثلاثة أربعة على أقصى تقدير وما تخدش القرار الرئيسي الحساس، لأن المدفعية في يدك وبالتالي القرار في يدك. وإلا احنا ما نقول لكش، لو كان في الأصل أنت نائب وزير الدفاع وأنت جنرال ما عندكش دخل بالأمور السياسية نهائيا، لكن الواقع هو الواقع، أنت سلطة فعلية، أنت ومن معك من الجنرالات، أنتم السلطة الفعلية الواقعية. فنحن ناس واقعيون ونتحدث بالواقعية، والواقعية تقول أنه بما أنك أنت صاحب القرار اليوم أنت ومن معك، فاتخذوا القرار الصحيح، القرار الصحيح حتى لا تغرق البلاد، حتى لا تتجه إلى أمور أخرى، حتى لا يكون هناك عنف، حتى لا يكون هناك تفجيرات لا قدر الله. هناك جواسيس تاع دول، هناك أطراف تشتغل، هناك تستطيع أن تفجر الأوضاع. كلما تأخرت يا قايد صالح أنت ومن الجنرالات، فإنكم تتحملون مسؤولية عظمى في إذا حدث أي شيء. لا يمكن إعادة إنتاج النظام، لو ريسيكلاج، لا ريبروديكسيون، لا ريجينيراسيون تاع هذا النظام مستحيلة، مستحيلة. فما تقعدوش تضيعوا الوقت. يعني ضيعت الوقت من 22، ضيعت الوقت لسنوات طويلة. وكان طبقت المادة 102 أو 88 كما كانت تسمى في الدستور قبل أن يعبث به بوتفليقة مرة أخرى، سعيد لأن عبد العزيز في حالة موت تقريبا، نحن نعرف ذلك. لكن المادة 102 أو 88 كما كانت تسمى كان أمامكم سنوات لتطبيقها من ماي 2013. لكن طبعا أنا ذاك هولندا تدخل وقال لا، ما تمسوش عبد العزيز بوتفليقة. كان عندهم عند عسكر فرنسا في فالدوغراس، وتعرفون القصة جميعكم. إذن قايد صالح من فضلك لا تضيع الوقت ولا تترك الناس تتجرأ عليك. أنا شخصيا الآن أدعو إخواني في كل مكان أن يتركوا لقايد صالح والجنرالات اللي معه قليل من الوقت، قليل من الأيام، بضعة أيام، يتخذ القرار الصحيح. ما تضغطوش عليهم أو ما تسبوهمش في الوقت الراهن، لأنه ممكن يتخذ القرار الصحيح وممكن الشعب الجزائري يجد أنه فيما بعد يقول والله بارك الله فيهم، يعني اخذوا القرار الصحيح في الوقت المناسب. إذن هذا مهم جدا إخواني، أن نخلونهم بضعة أيام. يعني لا أحد يزايد علي في موقفي من الجنرالات اللي اختطفوا إرادة الشعب واللي أدخلوا البلاد في الكارثة، لا أحد يزود علي. حتى أحد الوقت كانوا يقولوا لي الجنرالات، أنت دائما الجنرالات، هاكم تشوفوا تعرفوا باللي علاش كنت نقول لكم جنرالات، لأني عارف أن الجنرالات هم قلب السلطة. أنا ومن يتابع الوضع جيدا يعرف أن قلب السلطة كان دائما هم الجنرالات. لكن مع ذلك أنا أدعو إخواني أن يتركوا لقايد صالح ومن معه من جنرالات أصحاب القرار هذون، يتركوا لهم بضعة أيام. أنا لست من رأي القائل بأن ترفع شعارات ضد قايد صالح وضد الجنرالات غدا في الجمعة غدا، بل بالعكس نشجعهم، نقول لهم كلام طيب، نقول لهم بأنكم ستدخلون التاريخ، نقول لهم كل هذا الكلام. فهذا مهم ومهم جدا، مهم ومهم جدا. نقول له إما تطبق الدستور كل الدستور، وفي هذه الحالة تسقط المادة 102 لأن المواد 7 8 9 10 11 12 بشكل أساسي، وأنا ندعو غدوة أخواني باش يرفعوا هذه المواد بشعارات، وعلى أن تملأ أيضا الشعارات غدا وتملأ الانتفال المظاهرات. بالمناسبة حذروا الفوفوزيلا، الفوفوزيلا هذه كما قلنا عليها وتكلمنا عليها ما تخلوهمش، هذو جماعة الأبواق لازم توقفوهم بالحسنة كما قلنا، وفي أقصى الحدود أن الواحد ينزع منهم، تخلوهمش يعمروها غيار وأبواق، هذا مهم جدا نعود نذكر به. إذا نعود نقول إما أن تطبق الدستور كلية وفي هذه الحالة تطبق المواد اللي قبل المادة 102 قبل أن تصل للمادة 102، وإما أن تقول أن هناك شرعية شعبية، والشرعية الشعبية فوق الدستور وفوق أي قرار وفوق أي قانون، وهذه الشرعية الشعبية تطالبك بأن ترحل العصابة المدنية، كل عصابة المدنية. نحن لا نتحدث عن الجنرالات، الجنرالات ممكن أن يبقوا في مناصبهم ويقوموا بدورهم في الوقت الحالي وفي الوقت الراهن، وعندما تصل اللي يروح ريتريت يروح ريتريت الله يسهل عليه، يروح تقاعد يروح ريتريت، اللي يحب يحبس الله يسهل عليه.
وياخذوا جنات اخرين مناصبهم وضباط اخرين ياخذوا مناصبهم الى اخره، خاصه ضباط الشباب. نريد ايضا للجيش ان يبرز طاقاته وكفاءاته من الضباط الشباب اللي هما راهم ينتظروا ايضا دورهم للمسؤوليه. لكن اهم شيء هو ان الجيش يبتعد عن السياسه. كلما ابتعد الجيش عن السياسه كلما كان ذلك في مصلحه الوطن وفي مصلحه الجيش. وكلما تدخل الجيش في السياسة كلما ضعفت عقيدة الجيش وكان ذلك خطر على الوطن وعلى النظام السياسي وعلى الشعب كما ترون. إذن إخواني باش نعاود نركز على هذه النقطة، اتركوا للقايد صالح والجنات اللي معه بضعة أيام، أقول بضعة أيام يعني من هنا إلى يوم الثلاثاء أو الأربعاء لكي يسلم الأمر للشعب الجزائري، بمعنى بكي يكون هناك بريزيديوم من 4-5 أشخاص. الآن بتذكر بعض الأسماء، شخصياً لن أذكر الأسماء الآن، لكن حينما تصبح رسمية أو شبه رسمية مطروحة سنبدي رأينا. لكن بعض الأسماء اللي مذكورة معقولة، يعني معقولة لتمرير سنة أو سنتين وفق شروط معينة وبتعهدات وضمانات معينة. وأنا كنا تكلمنا أكثر من مرة، واليوم أيضا وقعت وضعت على صفحة الفيسبوك الرابط لcnc-dz.net اللي هو فيه نظرة نراها، أنا شخصيا أراها وإخواني وكثير من الأحرار الجزائريين يرونها أنها قد تكون خارطة الطريق. طبعا ممكن الناس قدموا عليها ملاحظات وممكن تدخل عليها بعض التعديلات، لكن الجوهر موجود هناك، خارطة الطريق موجودة هناك للحل، يعني موجودة على الصفحة لمن يريد أن يوقع. إذا اتفقوا إخواني أن نترك لها الجنرالات للقايد صالح والجنات اللي معاه باش يقوموا في بضعة أيام بالخطوة الرئيسية وهو تسليم الأمر للشعب، والشعب كما قلنا سيختار بسرعة، توضع بعض الأسماء وهذه الأسماء تدير مرحلة انتقالية. في نفس الوقت مرة أخرى أجدد هذا للقايد صالح ولمن معه، فيه كلام على أنه تم منع 11 طائرة لهؤلاء لصوص المال العام اللي يسموهم رجال الأعمال، وتم منع وضع شخصيات على قائمة عدم الخروج من الوطن لاستيان، هذه تسمى انتردكسيون سورتي تيريتوار ناسيونال. نتمنى ان يكون هذا صحيحا، لان هذا مهم جدا يا قايد صالح، لان تهريب اموال الشعب الجزائري هي مسؤوليتكم خاصه الان. انا اعرف ان اعطيت تعليمات للبنوك في مواضيع معينه الى اخره، لكن عليكم ان تقوموا بتغيير رؤساء البنوك، خاصه البنوك المهمه اللي تتعامل مع الخارج. واساسا يعني كاين بنوك اكثر تعامل مع الخارج مع بنوك اخرى، فهذا مهم جدا أن يكونوا الأحرار هم اللي يكونوا في الموضوع هذا، أو على الأقل ناس بروفيشنال مهنيين. يعني أيضا قضية الجمارك، إخواني في الجمارك، إخواني في الشرطة، حلوا عيونكم، ما تخلوش أموال الشعب تهرب، هذه راها أموالكم وأموال إخوانكم وأموال وطنكم وبلدكم، راهي تهرب إلى الإمارات بشكل خاص بشكل مرعب، ولكن أيضا إلى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وكثير من الدول. ومرة أخرى ندعو هذه الدول لا تقبل هذا المال، هذا مال الشعب راه يهرب وهو مال قذر. يعني القوانين الأوروبية والقوانين العالمية تمنع منعا مطلقا تبييض هذه الأموال وتهريب هذه الأموال. نحن نطالب كل دول العالم أن لا تقبل هذه الأموال. إخواني القضاة أنتم دوركم مهم جدا، عليكم أن تقوموا الآن بأدوار. لو كان يقوموا قضاة بأنهم يقولوا أن نقوم ب بلا تطبيق المادة 102، نريد أن نرى الرئيس لنتأكد من أهليته للحكم، هذا المجلس الدستوري ما تستناوش، هذا أنت فرامجية وشحاب كاشير ومفسدين، يعني كلهم عندهم عليهم ملفات وأحيانا ملفات أخلاقية، فمش راح يتحركوا هذا الوزراء وهذا كلهم جزء من العبثية ومن اللصوص ومن السراق، فهذا مش يتحركوا. لكن القضاة ممكن يتحركوا، القضاة ممكن يصدروا أوامر بأنهم يريدون التأكد من موضوع أن الرئيس حي، ومن أنه بالفعل قادر يتكلم، ومن أنه ماهوش حي، ممكن ماهوش حي أصلا ممكن، لكن حتى لو كان حي نحن نعرف أنه في وضع صحي بائس جدا. إذا إخواني القضاة لديكم هذا الدور. إخواني القضاة أيضا تستطيعون استصدار مذكرات لوقف كبار ناهبي المال العام ولبعض كبار الوزراء السابقين وبعض المسؤولين الكبار اللي تعرفوهم انهم نهبوا المال العام. وقفوهم على الاقل، جمدوا اموالهم وتوقفوهم، تحطوهم اللي ما حطيتهمش في الحجز وهذا هو المطلوب والمقبول، حطوهم على الاقل في اقامات جبريه اللي ما يتحركوش منها حتى لا يتم الفرار. اخواني في الحدود،
في اتجاه تونس المغرب حتى في اتجاه الصحراء. احذروا من ان هؤلاء يفرون، هذا مهم جدا. ايضا سأعود إليكم بطبيعة الحال هذا المساء لنتحدث في أشياء أخرى، ولكن أردت أساسا أن أؤكد على هذا، وهي النقطة المركزية في قضية اختيار جمعة غد. غد إن شاء الله ستكون جمعة العقيدين الشهيدين، أو نسموها جمعة عميروش وسي الحواس. وفي الشعارات، شعارات راهي كثيرة، أهمها اللي تتحدث على إرادة الشعب، على الدستور، المادة 7، 8، 9، 10، 11، و12 بشكل أساسي. وهناك أيضا شعارات أخرى، لكن أيضا رأيي أن نترك مجال من بضعة أيام للقايد صالح والجنرالات معه حتى يتخذوا القرار الصائب والصحيح، وندعوهم أن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن. ندعو أيضا قايد صالح ومن معه بتوقيف العصابة المدنية، توقيفهم. إذا ما وضعتهمش في الحجز على الأقل، وهذا هو المطلوب، المفروض أن يوضعوا في الحجز، لكن على الأقل أن لا يفروا من البلاد، وأن لا تفر الأموال أيضا اللي راهي تمر عبر ليفيرمو، لكن أيضا أحيانا أيضا بالكاش يأخذ. يعني إخواني، عندما تسقط هذه العصابة وهي على أبواب أن تسقط بإذن الله، تأكدوا أن هناك مئات الآلاف من الشقق، في بعض المصادر تقول أكثر من مليون، وهناك حتى من يتحدث عن مليونين شقة راهي مغلقة لهذه العصابات اللي نهبت البلاد، ستعود للشعب وستوزع على المستحقين وعلى المساكين وعلى الفقراء وعلى المحتاجين. هناك أموال ضخمة، ملايير الدولارات، راه المعدل، يقال أن المعدل لا يقل عن 30-40 مليار دولار تهرب سنويا. يقول لك كيفاش، لكن المدخول هو أصلا 30-40 مليار. لا طبعا، القضية مش الآن، القضية والتهريب ماهوش فقط كاش، التهريب راه يتم، هذا الاستيراد راه أكثر الأشياء تبالغ فيها في الاستيراد، وأكثر الأشياء اللي يجيبوها تبالغ فيها، والعقود تبالغ فيها، والأشياء اللي برا راهم هناك آلاف من ينهب، وبعضهم ينهب بمئات الملايين من الدولارات سنويا، عشرات الملايين من الدولارات سنويا. لو يكونوا فقط 10,000 شخص وكل واحد ينهب فقط 3 مليون دولار، راهي 30 مليار. الذهب راه ينهب، مواد قوية راه تنهب، راه شيء مفزع. طبعا عندما قلت 30 مليار دولار في هذه هي السنوات الأخيرة، من قبل ربما كانت في حدود 15 مليار دولار في السنة، لكن السنوات هذه الأربعة الخمسة الأخيرة شيء مهول مرعب. يوم تكتشفون الحقيقة ستشيب الناس، والناس يقول وين كنا، أين كنا حينما كانت هذه الأموال تهرب بهذه الطريقة وبهذه الفظاعة وبهذا البؤس. إذن إخواني، اطمئنوا، نحن في الطريق الصحيح، انتفاضتكم المباركة في الطريق الصحيح، أنتم الآن تبهرون العالم كما تضغطون على العصابة. نتمنى على جنرالات البلاد أن يتخذوا القرار الصحيح وفي أسرع وقت ممكن، حتى لا ينقلب عليهم الشعب تماما، وحتى لا ترفع الشعارات للإطاحة حتى بالقايد صالح وبالجنرالات الآخرين. قد ينجو الجنرالات وإذا قاموا بالقرار الصحيح ويبقوا في مناصبهم العسكرية، يؤدون دورهم العسكري كما يجب أن يؤدوه، وهو حماية الوطن والسيادة الوطنية. أما إخواننا اللي راهم يتكلموا على المادة 102، وهذا اللي راه ضدها راهم زواف ومانيش عارف، هذا كله كلام فارغ يا إخواننا، ما تروحوش بعيد في هذا الاتجاه، وما تبقاوش تقدسوا العسكر. أما البقية نحن نعرف أنه ذباب إلكتروني، الأغلبية الغالبة ذباب إلكتروني. هو هذا الذباب الإلكتروني قبل أيام كان يقدس في بوتفليقة، الآن هاكم تشوفوا حتى أويحيا، حتى أصحاب أويحيا، حتى الأفلان، حتى سيدهم السعيد، كلهم يكفروا بوتفليقة. وصل واحد منهم قال لك بوتفليقة، نظام بوتفليقة هو نظام سرطان، مثل نظام السرطان. إذا نميز بين أمرين اثنين. الآن نخلوا فرصة لبضعة أيام، أقول لبضعة أيام ليكون الأمر واضح، لأن مرة يجيبوا عناوين هكذا، يغيروا كل ما أقول ويحطوا في العنوان فلان يقول بضعة أيام. إخواني دائما اسمعوا وش نقول في الفيديو، ما تسمعوش العناوين اللي يضعوها الناس، اللي يضع العناوين مرات يضع عناوين صحيحة، لكن مرات ما يضع عناوين خاطئة، خاصة الناس اللي يحبوا يكذبوا عليا. يعني في كثير الناس تكذب عليا، وصلوا إلى درجة بلغ بهم القبح والخبث والسفاهة، إلى درجة أن قالوا أن قلت حرق أعلام الجزائر. ما كفاهمش أنهم كذبوا أني قلت حرقوا أعلام دول خارجية، وكانت كذبة كبرى، في حين أنا كنت شددت بأنه حتى وإنجاز ذلك فإننا لا نقوم به في الجزائر، لا نحرق أي علما ولا حتى صورة ولا أي شيء ولا نتعلم.